هتنزل دلوقتي معانا مقادير ايه يا حمدي؟ الرز بالسمك الفيليه. طيب اول ما حد ما يسمعه كده يعني هو انت يا نونا عامله مقلوبه؟ لا انا مش عامله مقلوبه، انا عامله رز متبلاه بتطعيمات حلوه قوي، والسمك الفيليه زي ما انتم شايفين كده الله اكبر عليه. بصوا نونا هو الله اكبر، يعني الله اكبر حته السمك الفيليه عامله كده ازاي، ماسكه نفسها ومش طريه، والخلطه الله اكبر ماسكه كده، هو في ايه؟ انت عامله ازاي ده كده؟ هقول لكم حالا بعد ما نشوف المقادير بتاعتنا. مقاديرنا بتقول ايه يا رغده؟ كيلو سمك فيليه، ومعايا 7 كوبايات رز بسمتي، وممكن اقل ممكن ازيد على حسب ما انتوا عايزين وعلى حسب الكميه المطلوبه لكم، ومعلقه كبيره ثوم مفروم، و5 فصوص او معلقتين كبار بس يكون ثوم شرايح، مش عايزاه يكون مفروم. الثوم الشرايح دوت للرز، لكن الثوم المفروم هستخدمه للسمك نفسه. 3 بصلات حمر نص شريحه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، ولازم يكون احمر يا نونا علشان يديني تطعيمه مختلفه للرز بتاع السمك، ما يبقاش زيه زي اي رز تاني. فلفل حامي مفروم وفلفل رومي مفروم، لتر صلصه طماطم متسبكه، وده هيبقى جزء من العقد بتاع الميه، يعني احنا عاملين 7 من الرز محتاجه 14 كوبايه من الميه. هعاير الصلصه ديت وهروح مزوده عليها ميه علشان انا عايزه الرزايه تطلع لي حمراء. ممكن ان انا استبدل صلصه الطماطم دي بمعلقتين صلصه طماطم بوريه، بس التطعيمه مع بتاعت صلصه الطماطم دي مع الرز ده بالاخص بيدي تيست كده مختلف عن صلصه الطماطم البوريه. معانا ايه كمان؟ حبهان بودر ولورا بودر وكزبره ناشفه علشان التوم مع السمك والبصل الاحمر هيديني تطعيمه حلوه قوي. وكمون وبابريكا وملح، لا شيلي الفلفل الاسود، سمك ما فيهوش فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده. المقادير سهله وبسيطه وفي منتهى الجمال. طيب عندي حل على النار، هبدا بالرز الاول وهقول لكم بعد كده انا عملت ايه في السمك. طيب نونا هو انت قالتي السمك؟ قالته. طب عملتي فيه ايه الاول وايه اللي انت حطاه ده قدامه؟ انا حاطه معلقه من التوم ومعلقه من الكزبره ومعلقه من الفلفل الاحمر، هم دول مالهم بده؟ ما هو دول هيتقلبوا في سنه من الزيت واروح مقلبه فيهم السمك. طب احنا ليه بنعمل حاجه زي كده؟ علشان اطعم السمكيه نفسها وهي محطوطه فوق الرز ومرصوصه، ما يبقاش لونها ان هي مقليه كده، ما يجيش اللي ياكل الرز ويلاقي تطعيمته حلوه قوي ويجي يقطم قطمه السمك يلاقيها عدمه او الملح بتاعها اللي هو يا دوب متبله بيه. تعالوا كده نشوف حته السمك من جوه عامله ازاي. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده الطبقه ماسكه فيها من بره وفي منتهى الجمال. طيب عملنا ايه في السمك عشان يطلع بالشكل ده؟ اهم حاجه يتصفى. يعني ايه يتصفى؟ يعني انا مسكت السمك تبلته بعصير ليمون بعد ما غسلته كويس جدا وصفيته من الميه، رحت ماسكاه حطاه في مصفه يعني صفيته قوي، ورحت ماسكه عصر يعني ليمونه واحده ورحت حاطه معاها معلقه ثوم مفروم ومعاها معلقه ملح وكمون وفلفل حامي، قلبتهم ببعض وسبته في المصفه ينزل كل اللي فيه، وبعد كده رحت ماسكه شايله الثوم من عليه والفلفل علشان ما يبقاش في حاجه تتحرق في الزيت. طيب عملتي ايه كمان؟ رحت ماسكاه معفراه بدقيق والزيت كان سخن قوي ونزلته في الزيت، ما حركتهوش، لازم يكون الزيت سخن قوي، ومجرد ما حته السمك تنزل الزيت ما تتحركش، اولا علشان السمك عندي ما يشربش زيت ويبقى طري، ثانيا الخلطه بتاعتنا ما تسيبش السمكيه زي ما انتم شايفين كده لونه فاتح وذهبي وما شاء الله عليه. والزيت يفضل ان هو زيت السمك، لما تيجي تقلي سمك ما ينفعش ان انت تقلي سمك هتعمليه في زيت قاليه في بتنجان ولا قاليه في بطاطس، ما ينفعش عشان يطلع لك ذهبي كده، ما يبقاش اللي هو لونه غامق. السمك الفيليه لما بنيجي نجيبه من بره بحس ان هو مدي على اصفر غامق كده او بني، ليه؟ علشان الزيت اللي عندهم هم مش هيغيروا لكم الزيت كل يوم، الزيت اللي عندهم من كتر الاليه فيه بيغمق السمك، لكن احنا في البيت لازم ناكل حاجه نضيفه ومختلفه عن بره، عشان كده هم حبه الزيت اللي هتقلي فيهم يكونوا جداد ما استخدمتهمش قبل كده، سخنين قوي نزلت حته الفيليه ما اقدرش اقلبها الا لما تتشمع ويبقى لونها ذهبي ابدا ان انا اقلبها الناحيه الثانيه. هيطلع معاكي في زي الفل ولا شارب زيت ومقرمش بالشكل ده كده. طيب هسيبه كده وابدا اعمل الرز. عندي هنا حبه زيت في حله وسخنت معايا قوي، هبدا ان انا اروح واخده بسم الله البصلايه اللي هي الحمراء نص شريحه
والزيت يسخن علشان ما ياخدش معاكي وقت في العمليه. مجرد ما نزلت البصلايه كده ابدا ادي رشه من الملح علشان يدبلها لي بسرعه ويديها لون بالشكل ده كده. ماشي حاضر. بص كده الله اكبر، بصوا شكل الرزايه عامل ازاي، بصوا ما شاء الله وريحته هايله. طيب هبدا ان انا دول 7 ميه محتاجه، 7 رز محتاجه 14 ميه. الناحيه الثانيه الكبده بدبس الرمان هايله، هسيب الصوص بتاعها ينشف معاها علشان اشوف بعد كده الرز بتاعنا شكله عامل ازاي. السمك اللي احنا قليناه تبلته في ايه او اديته الشكل ده ازاي، ثوم وكمون وشويه ملح وفلفل حامي وحبه كزبره، قلبتهم مع شويه زيت علشان ادي تطعيمه للسمك كده. طب تصدق يا حمدي مش هعمله، مش هعمله في قالب عشان خاطرك والله. ماشي عينيا الاثنين، عينيا الاثنين، انت تؤمر يا حمدي وانا نفس. يا سلام. وادي الرز. ده حقيقي يا مونتي. تعالى يلا نغرف.